بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، هذا التواصل المستمر ما زال مع هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميزة هنا على أرضية هذا الميدان، ونحن دائما نتمنى التوفيق والناموس مشاركين شوطنا السابع الذي خصص للجعدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس المشاركين. معطش المركز الأول سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، في عمل التضمير محمد بن سعيد بن حلوة، شعار شاهيني مع شاهين شيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بالدبيلة. وفي المركز الثالث هناك من وصلنا في هذه اللحظات سمحون لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وأيضا هناك سعيد بن عبيد الحميري. المركز الرابع حملون لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد الرفيع مضمر مشكور أيضا هنا يأتينا مع هملول. وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس مو شيخ أحمد من سعيد المكتوم سنجار مع سيب بن خلفان لغويص. وفي المركز السادس هناك سمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم العرضي مع صوغان مضمرا ومتابعا. سابع المراكز من الجانب الآخر، هناك من الجانب الآخر في المركز السابع ما شاء الله تبارك الرحمن البطل اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن لاحج الحلامي. وثامن المراكز شاهين مهجن الشبه سالم سعيد. تاسع المراكز أيها الإخوة هنا مرموق اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد بن المر بن حلوة الشبي. وفي المركز العاشر والأخير من الجانب الآخر غازي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن المر بن حلوة الشبي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة ما شاء الله، المراكز دعناها عليكم بالهو تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للعشرة المراكز دعناها عليكم كاملة مكملة والكمال لله سبحانه وتعالى. أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. 2 كيلومترات تقريبا، روحا روح غناتي كان بتروح مسموح، وبرايك أبرايك يا ابن حلوة توكل على الله، وكنا متوكلين عليه سبحانه وتعالى. المركز الأول هنا مع معطش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. المركز الثاني هناك سمحون لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم أيضا سعيد بن عبيد الحميري سنجار. ثالثا سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيد بن خلفان الغويص. المركز الرابع هناك اللي في المركز الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن صوغان سمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم عتيج بن سالم العرضي. وخامس المراكز شاهين للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك في عملية تضمير محمد بن عبد الله بالدبيل. هاي النتيجة حاضرة مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة. عودة جميلة، عودة مميزة إلى المراكز الأولى، إلى منطقة الناموس ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا في المركز الأول سمحون اللي غير شعار متعبة أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد وسعيد بن عبيد الحميري. وسنجار يأتي من الجانب الآخر هناك لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لغويص. النقلة على معطش ثالثا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم، وأيضا محمد بن سعيد بن حلوة شاهين اللي بدأ يقترب مثل ما ذكرنا منذ قليل موقع الناموس. يا سلام هجن الشباب سالم بن سعيد في عملية تضمير، روح سنجار بالمقدمة ويسيطر على المركز الأول. يلا يا أبو خلفان، يلا يا سيف، المكان جميل وأنت في أحلى مكان، المكان أجمل وأنت في أحلى مكان. الله يا سنجار معودنا 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 على المركز الأول.
أم عودنا على منطقة هذا الناموس. سلامي عليك يا أخي يا سيف، سلام على داسنجار وثبوته هنا الجميل المميز اللي قدمه على أرضية هذا الميدان. هذه التحية الجميلة والتحية من عربة النقل لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، والتحية أيضا من عربة النقل أيضا هناك إلى المبدع سيف بن خلفان الأغويس. تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين لهجنه الشباء، المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. 6 أو 5 دقائق ما شاء الله يتحطم التوقيت، 58 ثانية. سلامي عليك يا الغويس، 73 جزء من الثاني. تحياتي وأشواقي لمالك ومبدع هذا الشعار سيف بن خلفان الغويس السويدي. 5 دقائق 58 ثانية. تهانينا والناموس.